مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. رد الدولي المغربي السابق عبد السلام ود بقوة على الطبيبين الفرنسيين اللذين اعتبرا الأفارقة في إيران تجارب. الدولي المغربي السابق عبر عن استيائه من تصرف الطبيبين الفرنسيين ونشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك استنكر من خلالها تصرف الطبيبين، مشددا على ضرورة محاربة كل أشكال العنصرية والتطرف. وكان عبد السلام ود قد وجه أيضا انتقادات لادعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تغريدة كان قد نشرها الأخير عن الرعايا الفرنسيين العالقين بالمغرب على خلفية أزمة فيروس كورونا العالمية، استعمل فيها مصطلحات تحمل نبرة استعلاء وعجرفة، وكأن المغرب لا زال يعيش تحت الاستعمار الفرنسي. يشار أيضا إلى أن الدولي المغربي ود ساهم بمبلغ 100 مليون سنتيم في الصندوق الوطني لمحاربة فيروس كورونا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.